نحن نؤكد لكم مرة أخرى، نحن أقوياء بما فيه الكفاية. نحن سندافع عن أنفسنا. أمريكا لم تقل أننا سنحميكم، روسيا لم تقل نحن سنحميكم، ولكن شعبنا مستعد للتضحية إلى آخر نفس. قوات سوريا الديمقراطية الموجودة هناك بعربه وبأفراده وبتركمانه كلهم موجودون في عفرين وسيدافعون عن عفرين. صدقوني بعض الأيام ستشهدون كيف تلحق الهزيمة بهم مثلما حصلت الهزيمة لهم في كوباني وفي الرقة وفي مناطق أخرى. هم يغيرون الأسماء ولكن أساليبهم لا تتغير.